نظره، اللجنه قبل طيب النظره. طيب محمد قبل ما اطلع فاصل ونبتدي كمان نشوف تعليقات الناس معانا مبدئيا كده. مبدئيا المعايير اللي هم عملوه، احنا قعدنا جلسه قبل كده واتكلمنا باستفاضه وكل تنصل من اي حاجه طلعت قولا واحدا. مع مين؟ المعايير اللي طالعه ديت هي مجموعه من النصائح الابويه اللي المفروض هم اوصياء على المجتمع. جابوا الوصايا دي منين؟ مش عارفين، ولكن كوي. مجموعه من الوصايا كوي. الوصايا مش على المجتمع بس على اكتر على المبدعين. ثانيا في فرق شاسع ما بين المشروع دوله تنويريه كانت بتقود مجتمع وما بين انسحاب الدوله. لما تيجوا تتكلم النهارده على ان في اسفاف، طب ما الدوله انسحبت، طب ما تقدم شغل تاريخي وشغل محترم وشغل كذا ينافس هذا الاسفاف. الجزئيه الاهم من كده ان مجلس التنظيم الاعلام هو افتأت بشكل واضح على جهاز الرقابه. الحاجات دي كلها مبدئيا مسلمات مش محتاجه ان انا اطلعها. هديكي حاجه المجلس عملها، هو حذف مشهد فيلم خلي بالك من زوزو بعد 40 سنه. الدنيا دي هم في دنيا واحنا في دنيا. مين اللي حذف؟ اللي بيشيل ساعات خالص. ايوه اللي بيشيل ساعات خالص بعد 40 سنه بتتحذف. محدش كان واخد باله اصلا. المجلس عمل عقوبات سابقه. ليه؟ لان هو بيفتقت على حقوق كتير لاجهزه تانية في الدوله. لو انا عايز دلوقتي ان انا اراقب على هذه المصنفات انا عندي جهاز بيراقب. المجلس عمل حاجه خطيره جدا والناس مش واخده بالها. في حاجه اسمها رقابه مسبقه اللي هو الرقابه، لا ده عمل رقابه لاحقه. ازاي احنا في مجتمع بهذا الشكل؟ احنا بدل ما نوسع دائره حريه الراي والابداع جايين بنراقب عليه قبل ما يكتب وبعد ما يكتب. بل الاخطر من ذلك ان مجلس التنظيم، واحنا هنحاول نشوف كمان الاستاذ مكرم. الموضوع اخطر من الموضوع اللي احنا بنتكلم ان في مشهد مسيف. لا لازم لا الموضوع مش كده. الموضوع ان في تضارب ما بين الاجهزه في الرقابه دي جزئيه. يعني مثلا احنا لو جبنا مثلا هذه المعايير وجينا طبقناها على مسلسل الرايه البيضاء لرئيس اللجنه محمد فاضل، مش هيطلع المسلسل. ليه؟ لانه في الاخر اللي انتصرت البلطجه والفلوس والنفوذ، واحنا حاولنا. اذا لو احنا جينا طبقنا الكلام ده على رئيس اللجنه مش هتتطبق. فلازم نبقى واخدين بالنا ان احنا بنخاطب شباب ممكن ملخص تقفل كده وتقعد تتفرج مباشر على الانترنت. هتقول لي لا ما احنا اللي بننتج. لا، ومن قال لك ان انت بتنتج لوحدك؟ ما في دول عربيه بتنتج مسلسلات ودول اجنبيه، في ناس كتيره جدا بتتفرج على مسلسلات اجنبيه. هتحذف ايه ولا ايه؟ الثقافه المجتمعيه لازم تبقى بتضافر كافه المؤسسات. كلمه الدوله انسحبت دي انا سمعتها كتير قوي على فكره. ولما يجي حد يدافع عن الاشياء اللي بيعملها يقولوا انا مالي، انا قطاع خاص وهي الدوله. مع يعني الصوره الهلاميه للدوله دي، يعني انا بديها الحس الوطني وانا ابقى خاين؟ لا، المفروض ان انا داعم للدوله وجزء منها. ما في رقابه ذاتيه يا دكتوره. انت دلوقتي بتقولي ان كل الناس اللي بتعمل كده مش وطنيين. أنا لا ليهم في نظريه مؤامره. لا خالص، انت اللي ترجمت كلامي. لا خالص، كلام واضح يا دكتوره. وفي افعال ما قلت لك كذا ما الوقت بنتكلم عنها كانها كائن فضائي وعليه ان يعود لانه رحل. وهو لو ما جاش. طب انت بتتمثل يا دكتوره بالجمال. انت بتقاطعني كتير. ما هو ده احنا هنتكلم في حاجه. ما ده حقيقه يا دكتوره. دي معلومه، غياب الدوله عن الانتاج الدرامي والسينمائي خلى دوله زي تركيا راحت عملت مسلسلات وقعدت. ضيف حاجه مهمه جدا. دي معلومه. ضيف حاجه مهمه جدا. في دول عربيه سيطرت على الثقافه المصريه بقى لها فتره كبيره. الدوله فين؟ مين المنتج اللي هيجي يعمل انتاج ويدفع منها مليون؟ انت ناوي تسيب الدوله ميته؟ انت مش هتقوم دور لدعمها؟ بنقوم بدور طبعا. لازم نقتل بقى الابداع ونقول له لا لازم تعمل كذا وتخش الاول وتبقى. يبقى انا هنام على كتف الدوله الى ان لا مفيش حاجه اسمها كل واحد يقوم بدور يا دكتوره. صحيح حضرتك دلوقتي بتقولي ان انتوا جايين تنقذوا البلد من اللي بيحصل فيها والثقافه المجتمعيه. انا قلت كده. دي الرساله يا دكتوره اللي بتوصليها. احنا عندنا محاولة كذا حد يجي هنا بيتوصل من الذي انتهك ما دور ما هو الدور المشاهد عينين وودان ولم يعد هناك ذلك الفلتر اللي احنا اعتدنا انه من خلاله عشان الدوله غيبت جهاز الرقابه. الرقابه كانت بتشوف الكلام. انتوا ادوا الدعم للجهاز عشان يشتغل، مش تروحوا تعملوا جهاز تاني. انت رايح بقى تحدف على الدوله.
لا مش الدولة، في جهاز موجود مستقل اتحمل مسؤوليتك الوطنية، يدعم كل المبدعين وكل الكتاب متحملين مسؤوليتهم الوطنية. هي بابا وماما أنور وجدي ومشيت الدولة، هنسيبها تغرق؟ لا 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 لا، الموضوع مش كده، مش هتسيبها تغرق. هو يعني هو دور الدولة بس، هو يعني لازم احنا يعني نبقى ممكن بس لو سمحت استاذ، اذا اقول ملحوظة، الدولة ليست غائبة، الدولة موجودة، الدولة موجودة وممثلة، لا لم تعد موجودة في الانتاج الفني، يعني موجودة في جهاز الرقابة على المصنفات. ايوه انا اللي بنتكلم عليه، امنع من المنبع، مش بعد تصور وتزيد. كويس، دي بقى دي جزئية لا يصلح، دي نصائح بقى. فهمنا الاستاذ سامع، عايز تقول ايه؟ اتفضل. يعني انا بس هسأل على حاجة ثانية برضو، اذا القناة منعت اللقطات او الحاجات دي وعرضتها على الانترنت، اللجنة من حق اللجنة بتعمل قرار عليها برضو؟ لا، مش قضية منع ولا رجل بوليس ولا خناقة، هي هم انا فيها دور الناظر، احنا بنكرس. هم حركة غريبة يا استاذ وائل، هم حركة غريبة جدا. قال لك احنا عشان يهربوا من النقد اللي حصل اول انشاء هذه اللجنة، قال لك لا احنا مش هنمنع من الاول، لا ده احنا هنراقب الشاشات. ده عمليه هروب الى الامام، لان احنا كان في مناقشه هنا ومجموعه من المنتجين كانوا موجودين، وكانت اللجنه بتعمل الجلسه دي. كان في دلوقتي في بعض، مثلا هاخد مسلسلات تشترك فيها قنوات، يعني هتحاسب الشاشه، يعني اللي هيعدي كلمه او هيعدي مشهدا، يعني انا لا بس الكلام انا ملاحظه ان في تصريحات المجلس الاعلى للاعلام، لا بس